You sure? في فيلمها الجديد وايت بيرد ان بليزر، تلعب الممثلة الأمريكية الشابة شايلين وودلي دور مراهقة تتألم لاختفاء والدتها بسبب المشاكل الزوجية، وتبدأ في الوقت ذاته في اكتشاف جسدها وعيش تجارب جنسية. أحداث الفيلم تدور في الثمانينات، الأمر الذي أعجب هذه الممثلة كثيرا. تصوير فيلم يعود بنا إلى الثمانينات أمر مثير للغاية، فأنت تعلم في الوقت ذاته أنك تعيش في العام 2014 مع كل هذه التقنيات الحديثة ودور السينما تحت الأرض والشاشات العملاقة وغيرها من وسائل الترفيه التي لم تكن موجودة حينها. وودلي ظهرت عارية في عدة مشاهد من الفيلم واعتبرت الأمر عاديا وطبيعيا لأن الموضوع يتطلب ذلك. المخرج غريغ أراكي أثنى على أداء هذه الممثلة الواعدة. إنها حقيقية ومنفتحة وعادلة جدا مع نفسها. العري بالنسبة لي هو شيء حقيقي جدا، فنحن نستحم كل يوم ونملك جميعنا الأعضاء ذاتها، فالجنس هو شيء حقيقي جدا. بالنسبة لي مشاهدة فيلم يتناول هذه المواضيع بطريقة راقية وطبيعية أمر رائع، فهذه هي الحياة العادية والطبيعية. هذا النوع من الأفلام لا نراه كثيرا في الولايات المتحدة، فالجنس يعتبر من المحرمات، وأعتقد أن ذلك أمر غريب في أوروبا لأن الجنس موضوع مشترك. وايت بيرد ان ابليزر يعرض حاليا في دور السينما الأمريكية وسيصل قريبا إلى قاعة السينما الأوروبية. مام